السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل مع بعض النهاردة مراجعة الوحدة الأولى لسنة 6 ابتدائي. معلش بقى هتعذروني على الصوت، ما تنسوش يا ولاد هسيب لكم المذكرة دي فاضية ومحلولة في وصف الفيديو عشان تقدر تطبعها وتحلها وتتأكد من الناتج. قبل ما نبتدي بس يا ولادي، عايزة أأكد عليك إنك تكون ذاكرت الفيديوهات بتاعة الوحدة دي قبل ما تحل المذكرة عشان تبقى فاهم احنا بنقول ايه. يلا بينا. بسم الله. يجي لك السؤال يقول لك اختار الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. عندك 8 قطع شوكولاتة، 6 علب عصير، وعايزين نعمل التعبير العددي. التعبير العددي يبقى لازم نجيب عين ميم ألف، وعشان تجيب عين ميم ألف لازم تقف تحلل التمانية وتقف تحلل الستة. تعال نحلل التمانية، 2 في 4، والأربعة 2 في 2، كده انا هاخد مين؟ الاعداد الاولية بس، الاتنين والاتنين والاتنين. طيب جميل، لو عايز احلل الستة هعمل ايه؟ هاخد التلاتة في الاتنين او الاتنين في تلاتة، وساعتها هاخد التلاتة والاتنين لان هما الاتنين اعداد اولية، وساعتها هقول له التمانية تساوي 2 في 2 في 2، والستة تساوي 2، ومفيش حاجة هنا عشان اكتب التلاتة بعيد، وبالتالي مفيش حاجة هنا. كده يبقى العين ميم ألف عين عمارة كاملة، هاخد الاتنين دي بس. طيب وبعدين؟ علشان تجيب التعبير العددي اهم حاجة عندك انك تستخدم الرقم بتاع العين ميم ألف، يعني انت عندك في المسألة 6 وعندك كمان 8. تعال نعرف الستة دي اللي هي الاتنين دي في كام، والتمانية دي اللي هي برضو الاتنين دي بس في كام. طيب الستة 2 في 3، والتمانية 2 في 4، كده اقدر اسحب الاتنين عامل مشترك وطلعها برة، وساعتها هيتبقى لي التلاتة دي مع الاربعة دي. طيب انا هختار مين؟ خلي بالك الاتنين دي لازقة في القوس او يكون في بينهم عملية ضرب، يعني دي اكيد مش هتنفع. طيب ودي؟ لا برضو مش هتنفع، جوه القوس لازم يكون في عندك زائد، يعني دي كمان مش شغالة. طيب دي؟ لا هي مش ناقص اصلا، يبقى دي كمان مش شغالة، يبقى انا هاخد دي. ايوة يا ميس، بس السؤال كان بيقول 3 و4. ايوة حبيبي، بس الجمع ابدالي، تقدر تبدل وتجيب الاربعة هنا والتلاتة هنا. فهمت حبيبي؟ طيب تعالى تاني. التعبير العددي الذي يكافئ ده، لو انا هشتغل على ده فده شغال على خاصية اسمها خاصية التوزيع، وساعتها الاتنين هتتاخد تتضرب مرة في التلاتة وترجع تتاخد تتضرب في الاربعة، يعني الاتنين هتتضرب في تلاتة مرة والزائد زائد، وترجع تاني الاتنين تتضرب في الاربعة، يعني هنا زائد بس هنا ضرب وهنا ضرب، اللي هي انه واحدة فيهم اللي هي دي. طيب جميل، علبة ألوان فيها 15 قلم، تمن القلم الواحد 4 جنيه، وإحنا عايزين تمن العلبة كلها، يعني عايزين تمن 15 قلم كلهم. كلهم يعني بنكتر، وإحنا قلنا لما بنيجي نكتر بنضرب. طيب اللي بعدها خاصية التوزيع برضو، يعني أنت هتاخد 9 مرة تتضرب في الخمسة والزائد زائد، وترجع تاخد 9 تتضرب في الأربعة. 9 في 5 بس 45، والزائد زائد 9 في 4 ب36. تعال نجمع، 6 و5 11 1، ومعايا الواحد، 1 و4 5 و3 8، يبقى كده الإجابة بتاعتنا 1 و8. تعال نكمل، ميم ميم ألف للعددين 5 و8. خلي بالك حبيبي، في الميم ميم ألف لازم تسأل الصغير. يعني إيه يا ميس لازم تسأل الصغير؟ يعني هتيجي تسأل الخمسة ترضى تروح للتمانية؟ لا، مفيش حاجة تتضرب في 5 تدينا 8، يبقى ساعتها هنعمل ايه؟ هنضربهم في بعض، هناخد الخمسة نضربها في 8 علشان تديك 40. طيب اشترى مالك علبة فاكهة فيها 8 ثمار، اكل منها 3 على 8 من العلبة، من يعني فيه، عايزين بقى مش الثمار اللي كلها، عايزين المتبقية، وساعتها هقف أجيب تكملة الكسر ده.
واحد جايب 3 من 8، يبقى فاضل له كام على الدرجة النهائية؟ فاضل له 5 على 8، يبقى دول اللي اتاكلوا ودول اللي لسه ما اتاكلوش اللي احنا عايزينهم، هينضربوا في الـ8 ثمار اللي هو الرقم ده. كده انا هضرب، وساعتها في رقم من فوق راح مع رقم من تحت، علشان في الاخر يتبقى لي 5. طيب اي زوج من الاعداد التالية تكون اولية فيما بينهما؟ طيب واحدة واحدة. اولية فيما بينهما يعني مفيش اي علاقة تربطهم، لا توجد علاقة بينهم، ولا موجودين حتى مع بعض في نفس الجدول. الستة والعشرة يا ولادي موجودين مع بعض في جدول الاتنين، الاربعة والستة وتلاتين موجودين مع بعض كتير، السبعة والاربعتاشر موجودين مع بعض في جدول السبعة، يبقى انت هتاخد مين؟ التمانية والخمستاشر مفيش علاقة تربطهم. خلي بالكوا يا ولادي، انا ما بقولكش فين الرقم الاولي، انا بقولك اولي فيما بينهما، يعني مفيش علاقة تربطهم ولا حتى اي عامل مشترك ما بينهم غير الواحد. لكن انا عارفة ان التمانية مش اولية ولا الخمستاشر اولية. فهمت يا ولادي؟ انا ما بدورش على الاعداد الاولية، انا بدور على اعداد مفيش رابط يربطهم. طيب تعالى تاني هنطرح، يعني هنوحد المقام، يا اتنين ترضي تروحي للتلاتة؟ لا يا ميس، موجودين مع بعض في نفس الجدول؟ لا يا ميس. الله، يبقى معنى كده ان احنا هنوحد المقام على كام؟ هنضربهم في بعض، 2 في 3 ب6 هنا وهنا، 3 في 1 ب3، 2 في 1 ب2، وساعتها الطرح بتاعنا هيدينا 1 على 6، ومفيش اختصار اكتر من كده لان الواحد موجود في البسط. طيب العامل المشترك الاكبر للـ12 والـ24. طيب هسأل الـ12 ترضي تروحي للـ24؟ اه. طيب جميل، كلمة عامل دي كلمة صغيرة ولا كبيرة؟ كلمة صغيرة، تاخد الرقم الايه؟ الصغير اللي هو هنا الـ12. طب ميس انا لو عايز احللها واشتغلها عن ميم الف عادي جدا، في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة ولا حاجة. طيب تعالى تاني، هنا 10 وهنا 35، وهنا 5 موجودة برا القوس، يعني 5 دي اهم رقم عندي في المسألة اللي هو العين ميم الف، وساعتها هترجع 10 وتدور عليها 5 في كام، وترجع 35 وتدور عليها 5 في كام. بالنسبة للعشرة 5 في 2، وبالنسبة للخمسة وتلاتين 5 في 7. هو ساحب الخمسة، خلاص دورها انتهى، وكاتب الاتنين، خلاص دورها انتهى. يبقى كده فاضل مين يا ولادي؟ فاضل السبعة، يبقى انا هنا هختارها. طيب جميل، وزع نادر 300 جنيه على 10 أطفال بالتساوي. العملية اللي هنشتغل بيها وزع وبالتساوي، يبقى بنشتغل عملية القسمة. طيب قامت مدرسة بتوزيع الرقم ده على 25 تلميذ بالتساوي، يبقى دي كده قسمة. تعالى نقسمها قسمة مطولة، 1405 على 25، رقمين مع رقمين بس صغيرين، خدت معاهم التالت، يبقى أنا كده بدور على 140. طيب 25 في 1 ب25، جينا لسه 25 في 2 ب50، جينا لسه 25 في 3، 5 في 3 ب15، 5 ومعايا الـ1، 2 في 3 ب6 و1 ب7، لسه 25 في 4، 5 في 4 ب20، 0 ومعايا الـ2، 2 في 4 ب8 و12، برضو لسه ما جيناش، 25 في 5، 5 في 5 ب25، 5 ومعايا الـ2، 2 في 5 ب10 و2 ب12، برضو لسه ما جيناش، 25 في 6، 5 في 6 ب30، 0 ومعايا الـ3، 2 في 6 ب12، و3 ب15. كده احنا جينا وعدينا، يبقى احنا واقفين هنا. هبص تحت ولا فوق؟ هبص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح. 0 ناقص 5 ما ينفعش، هنخلي دي 10 ونخلي دي 3،
عشرة ناقص خمسة خمسة، تلاتة ناقص اتنين واحد، واحد من واحد راحت، كده هينزل اللي عليه الدور اللي هي الخمسة، كده بدور على 155 وانا لسه ما جتش، يبقى هاخد الخمسة وعشرين في سبعة، خمسة في سبعة خمسة وتلاتين، خمسة ومعانا التلاتة، اتنين في سبعة باربعتاشر، وتلاتة سبعتاشر. كده احنا جينا وعدينا، يعني احنا قبل دي، يعني احنا هنا المفروض ابص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح، الباقي خمسة ومفيش أرقام تانية تنزل، يبقى الناتج بتاعي 56 والباقي خمسة. طيب هنا بيقول لك العدد المجهول في شجرة العوامل، واحدة واحدة، سبعة في تلاتة بواحد وعشرين، يعني هنا في واحد وعشرين وهنا في اتنين، كام كان الفك بتاعه؟ واحد وعشرين في اتنين، واحد في اتنين باتنين، اتنين في اتنين باربعة، يبقى كان الرقم بتاعي 42. طيب جميل، تعال ناخد الجاية، هنا خمسة وهنا خمسة، وهو كده كده كاتبهم، اتفضل من هنا الأربعة والزائد زائد، واتبقى من هنا السبعة، سبعة وأربعة 11، يبقى أنا هختار 11. الأعداد التي يكون العامل المشترك الوحيد بينهم واحد، يعني الرابط الوحيد اللي ما بينهم هو الواحد، تسمى أعداد إيه؟ أولية فيما بينهم، يعني هما الاتنين مفيش ما بينهم علاقة، مش هما الاتنين أوليين. طيب ميم ميم ألف للعددين أربعة وتسعة، الميم لازم تسأل الصغير، يا أربعة ترضي تروحي للتسعة؟ لأ يا ميس، لأ، يبقى هيتضربوا في بعض، أربعة في تسعة بستة وتلاتين. طيب العين ميم ألف للعددين التلاتة والحداشر، تعال نجيب عوامل التلاتة لوحدها، عوامل التلاتة تلاتة في واحد، وعوامل الحداشر حداشر في واحد، يبقى كده مين العامل المشترك اللي ما بينهم؟ الواحد، لأن أصلا مفيش علاقة تربطهم ببعض. طيب كويس جميل، تعال للي بعده، دي خاصية التوزيع، يعني التمنتاشر هتتاخد تتضرب في الاتنين مرة وترجع تتضرب في الواحد مرة، ادي التمنتاشر مضروبة في الاتنين مرة والتمنتاشر مضروبة في الواحد مرة، تمنتاشر في اتنين، اتنين في تمانية بستاشر ستة، ومعايا الواحد، واحد في اتنين باتنين وواحد تلاتة، والزائد زائد، تمنتاشر في واحد بتمنتاشر، يبقى أنا هختار الإجابة دي. طيب يجي السؤال يقول لي تم توزيع مكافأة مالية قد كده، توزيع وبالتساوي، يبقى المسألة دي اسم. السؤال اللي بعده بيقول لك أي مما يلي يمثل أحد العوامل الأولية المشتركة للعددين 30 و42. خلي بالكوا يا أولاد من السؤال ده، إن هو في فرق ما بين عوامل العدد والعوامل الأولية، لو كان عوامل العدد كان زمانك اخترت ستة، لكن هو بيقول لك العوامل الأولية، يعني مين من الأعداد الأولية اللي موجودة في الاختيارات، اتنين ولا خمسة ولا سبعة، مشترك مع التلاتين والاتنين واربعين، طالما الاتنين زوجيين عامل من العوامل الأولية المشتركة اللي ما بينهم يطلع اتنين. وخلي بالكوا يا ولادي أنا بقول أحد العوامل، مش بقول كل العوامل، ماشي حبيبي؟ طيب أصغر عامل مشترك ما بين الستة والخمسة، الخمسة ما ترضاش تروح للستة، هنعمل إيه؟ هنوحد المقامات لما نضربهم في بعض، يبقى كده المقام اللي احنا هنستخدمه هو التلاتين. طيب عايزين ميم ميم ألف للمقامات دي، هنوحد المقامات على كام؟ والله التلاتة ترضى تروح للتسعة؟ آه ترضى تروح للتسعة، يبقى احنا هنثبت التسعة عامل مشترك، وساعتها لو كنت هكمل كنت هضرب هنا في تلاتة وهنا في تلاتة، وما كنتش هاجي جنب التسعة خالص. طيب هنا الحمد لله المقامات متوحدة، يعني أقدر أنزلها زي ما هي، تمانية ناقص تلاتة خمسة، ومفيش اختصار أكتر من كده، لأن مفيش حاجة مشتركة ما بين الخمسة والتسعة. طيب تعالى تاني،
الخمسه ترضى تروح للعشره؟ ايوه يا ميس، لما تتضرب في اتنين تحت وفوق كده عندي الستة على عشرة هتفضل زي ما هي، والزائد زائد، واحد في اتنين باتنين، اتنين في خمسة بعشرة، يبقى كده عندي تمانية على عشرة. وطبعا دي ليها اختصار لان الاتنين زوجيين، فانا هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، وساعتها الناتج هيبقى اربعة على خمسة. طيب تعالى تاني، تمانية تمانية تمانية، يبقى أنا هثبت التمانية وابتدي إن أنا أجمع، اتنين وتلاتة خمسة، خمسة وأربعة تسعة، وطبعا ده يقع يتكسر هيتفك، يبقى كام؟ التمانية هتنزل زي ما هي، تمانية في واحد بتمانية، وواحد تسعة، يبقى أنا هختار واحد وواحد على التمانية. طيب دي أربعة ودي أربعة، لكن دي الوحيدة اللي مش أربعة، ساعتها هسأل الاتنين ترضي تروحي للأربعة؟ أو لأ. أيوة يا ميس، جميل، لما تتضربي في كام؟ أما تضرب في اتنين تحت وفوق، وساعتها هتبقى دي تلاتة على الأربعة ناقص واحد في اتنين باتنين، اتنين في اتنين بأربعة، يبقى كده الناتج بتاعي واحد على الأربعة. أكبر ولا الاتنين على الأربعة؟ لأ، الاتنين على الأربعة أكبر، بق العلامة ناحيتها. طيب العامل المشترك ما بين الخمسة وخمسين والاتنين وعشرين، الاتنين وعشرين اتنين في حداشر، الأرقام المتشابهة موجودة في جدول الحداشر، والخمسة وخمسين خمسة في حداشر، يبقى مين العامل المشترك؟ الحداشر. طيب عايزين خارج القسمة، هبتدي أقسم خمسمية أربعة وتلاتين على التلاتة، رقم مع رقم، تلاتة في واحد بتلاتة لسه، تلاتة في اتنين بستة، ده احنا جينا وعدينا، يبقى احنا واقفين هنا، ابص تحت ولا فوق؟ ابص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح، اتنين هنزل اللي عليه الدور اللي هو مين؟ التلاتة، وابتدي اكمل، تلاتة في تلاتة بتسعة لسه، تلاتة في اربعة باتناشر لسه، تلاتة في خمسة خمستاشر لسه، تلاتة في ستة تمنتاشر لسه، تلاتة في سبعة واحد وعشرين لسه، تلاتة في تمانية أربعة وعشرين، ده احنا جينا وعدينا، يبقى احنا واقفين هنا، أبص تحت ولا فوق؟ أبص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح، تلاتة ناقص واحد اتنين، وهنزل اللي عليه الدور اللي هي الأربعة، جنب الاتنين بقت أربعة وعشرين موجودة، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح صفرت، يبقى كده الناتج بتاعي مية تمانية وسبعين. طيب جميل، بص للرقم ده كده، ينفع يتقسم على السبعة؟ والله يا ميس هو ده ذات نفسه ما ينفعش، ولا السبعمية تمانية وسبعين، أنا كان نفسي في السبعمية سبعة وسبعين على سبعة، علشان أقولك سبعة السبعة فيها الواحد، سبعة السبعة فيها الواحد، سبعة السبعة فيها الواحد، يعني دي تنفع، لكن دي ما تنفعش، ولا دي تنفع، وهو هنا عايز الباقي، يعني عدد مرات الشطب، فأنا شطبت مرتين، يبقى أنا هختار اتنين. طيب كويس جميل، عايزين نطرح، يا اتنين ترضي تروحي للتمانية؟ أيوة يا ميس، لما يحصل إيه؟ لما اتضرب في أربعة تحت وفوق، بقت دي كده ستة على التمانية ناقص أربعة على التمانية، هتديك اتنين على التمانية، وفيها اختصار أكتر من كده، يعني أنا ممكن أقسم فوق على الاتنين وتحت على الاتنين، اتنين على الاتنين فيها الواحد، تمانية على الاتنين فيها الأربعة، ومفيش اختصار أكتر من كده، لأن الواحد ما بيصغرش أكتر من كده. طيب من مضاعفات الستة يا ولادي، مين في دول يمشي مع جدول ضرب الستة؟ الأربعة وعشرين، يبقى أنا هختارها. طيب باقي قسمة مية تلاتة وعشرين على الخمسة، إحنا عارفين إن شرط القسم على خمسة إن يكون الأحاد صفر أو خمسة، لكن المية تلاتة وعشرين ما تمشيش، ولا المية اتنين وعشرين، ولا المية واحد وعشرين،
لكن 120 تمشي، يبقى أنا كده شاطب كم مرة؟ شاطب 3 مرات، وهو عايز الباقي، يبقى أنا هكتب له 3. طيب عوامل كام في كام؟ يدينا 20، الواحد في الـ20، والاتنين في الـ10. ما انت بقى بتمشي بالترتيب، جدول الواحد فيه، جدول الاتنين فيه، جدول التلاتة مفهوش، طب جدول الأربعة فيه، 4 في 5. طيب ميم ميم ألف، بص يا ولاد الأسئلة دي ركز فيها كويس. الميم لازم تسأل الصغيرة، يا 2 ترضي تروحي للـ8؟ أيوة يا ميس. طيب وكلمة مضاعف دي كلمة كبيرة ولا صغيرة؟ 5 حروف، كلمة كبيرة، يبقى هتاخد الـ8. امتى؟ لما الصغير يعرف يروح للكبير. طب لكن لو العامل، كلمة عامل دي كلمة صغيرة 4 حروف، وساعتها هاخد أنا الصغيرة اللي هي الـ2، يبقى المضاعف ياخد الكبيرة والعامل ياخد الصغيرة، بشرط إن الصغير يعرف يروح للكبير. طيب ميم ميم ألف للـ3 والـ5، الميم لازم تسأل الـ3 ترضى تروح للـ5 آه أو لأ؟ لأ يا ميس، يبقى يتضربوا في بعض، 3 في 5 ب15. طيب كويس. عين ميم ألف للـ3 والـ5، يا 3 ترضي تروحي للـ5؟ لأ يا ميس، ساعتها مش هقدر أضربهم في بعض، أنا بضربهم في بعض في العين ميم ألف بس. طيب هتصرف إزاي؟ هقف على جنب أسأل نفسي، هي عوامل الـ3 كام؟ 3 في 1. طب أمال عوامل الـ5 كام؟ 5 في 1. الله، أمال مين هو العامل المشترك اللي بيدور عليه ده؟ اللي هو الـ1. وطالما ده عدد أولي وده عدد أولي، وأنا مغمض كده، العامل المشترك اللي ما بينهم هيكون 1. طب تعالى للي جاية، شكلها كده خاصية توزيع، هاخد الـ5 أضربها مرة في الـ2، وارجع تاني للـ5 أخدها أضربها في الـ3. 5 في 2 ب10 زائد 5 في 3 ب15، يبقى الناتج بتاعي 25. طب تعالى هنا، تعرف تسحب مين مشترك وموقفه بره القوس؟ الـ2 دي يا ميس سحبتها، يتبقى من هنا الـ3 ويتبقى من هنا الـ4. طيب الـ6 ترضى تروح للـ10؟ لأ يا ميس، بس هما الـ2 موجودين مع بعض في نفس الجدول. آه، يبقى هقف أحلل الـ6 2 في 3، وهقف أحلل الـ10 2 في 5، وبعدين أقوم قايل له الـ6 تساوي 2 في 3، والـ10 تساوي 2. مش هقدر أكتب الـ5 هنا، بس هكتبها هنا ومفيش فوقها حاجة. طالما عايز توحد المقامات، يبقى هتجيب ميم ميم ألف، ميم بتاخد كله الكامل واللي ناقص، يبقى هاخد الـ2 دي مع الـ3 دي مع الـ5 دي، 2 في 3 ب6، 6 في 5 ب30، يعني مطلوب مني إن أنا أوحد المقامات على الـ30 من هنا ومن هنا. الـ6 عشان تبقى 30 هتنضرب في 5 تحت وفوق، والـ10 عشان تبقى 30 هتنضرب في 3 تحت وفوق، 7 في 3 ب21، 5 في 5 ب25، كده الـ30 في المقام هتفضل زي ما هي، 5 و1 6، 2 و2 4. أيوة بس كده المقام أكبر، ده كده تقع تتكسر، يبقى كده الـ30 هتتضرب في 1 عشان تدينا 30. بين الـ46 والـ30 كم رقم؟ 16 رقم، يبقى أنا هكتب الـ16 هنا. طب أنا يا ميس ليه ما خدتش الـ30 في 2؟ عشان الـ30 في 2 ب60، عدينا بكتير، احنا عايزين حاجة أقل. طيب في اختصار أكتر من كده؟ أيوة يا ميس، دي زوجية ودي زوجية، يبقى أنا كده هقسم فوق على الـ2 وهقسم تحت على الـ2، كده الـ1 الصحيح ملهوش دعوة. 16 على الـ2 فيها الـ8، 30 على الـ2 فيها الـ15. طيب جميل، تعال نكمل.
التسعة ترضى تروح للاتناشر؟ لا يا ميس. طيب موجودة معاها في نفس الجدول؟ أيوة يا ميس. آه يبقى أنا لازم أقف أخد التسعة أحللها تلاتة في تلاتة، وأخد الاتناشر أحللها اتنين في ستة، والستة دي هتبقى اتنين في تلاتة كده. خلي بالك لما تيجي تاخد هتاخد الأعداد الأولية بس، وساعتها هتقول له والله التسعة تساوي تلاتة في تلاتة، والاتناشر تساوي اتنين في اتنين في تلاتة، يبقى مفيش حاجة هنا. طيب عادي اكتب كت التلاتة هنا؟ اه عادي جدا. طيب عشان توحد المقام هتاخد ميم ميم ألف. طيب ميم ميم ألف هتاخد كله، يعني معنى كده ان انا هاخد التلاتة والتلاتة والاتنين والاتنين. تلاتة في تلاتة بتسعة، اتنين في اتنين باربعة، لما يتضربوا في بعض يدونا 36، يبقى انا هوحد المقام على 36. ادي الواحد زي ما هو ملوش دعوة، والمقام خلاص هيبقى 36 هنا وهنا. الاتناشر عشان تبقى 36 هتتضرب في تلاتة تحت وفوق، واحد في تلاتة بتلاتة. والتسعة عشان تبقى 36 هتتضرب في أربعة تحت وفوق، خمسة في أربعة بـ20. طب ما أنا كده عندي مشكلة، مش هعرف أطرح 3 ناقص 20، لكن ممكن أرفع الكسر 36 وهنا 36 و20. بترفع الكسر إزاي؟ تضرب تحت وتجمع فوق، 36 في 1 بـ36 و3 39. يبقى لما تيجي تطرح 9 ناقص الهوا 9، 3 ناقص 2 1 على 36، ومفيش اختصار أكتر من كده. طيب تعال نكمل. التلاتة ترضى تروح للستة؟ أيوة يا ميس. لما تتضرب في 2 تحت وفوق بقت دي كده 2 و5 على 6، والناقص ناقص 1، فوق هنا 2 وتحت 6 كده. الصحاح مع بعض، 2 ناقص 1 1، والستة هتنزل، 5 ناقص 2 3، وفي اختصار أكتر من كده، هقسم فوق على التلاتة وتحت على التلاتة. الواحد هينزل زي ما هو، 3 على التلاتة فيها الـ1، 6 على التلاتة فيها الـ2. طيب الأربعة ترضى تروح للـ12؟ أيوة يا ميس. لما تتضرب في 3 تحت بس؟ لا تحت وفوق كده، بقت دي 1 في 3 بـ3، 4 في 3 بـ12، والزائد زائد 1 على الـ12 كده، عندي 4 على الـ12. هتقوم انت عامل ايه؟ قاسم فوق على الـ4 وتحت على الـ4، او تفضل تقسم على الـ2 على الـ2 وهكذا. 4 على الـ4 فيها الـ1، 12 على الـ4 فيها الـ3، وده آخر كلام. طيب تعالى تاني. 6 و8، يا 6 ترضي تروحي للـ8؟ لأ يا ميس. طب انتوا موجودين مع بعض في نفس الجدول؟ أيوة يا ميس. آه يبقى أنا كده هحلل 6 وهحلل 8. آدي 6 2 في 3، وآدي 8 اتنين في أربعة، والأربعة اتنين في اتنين، يعني الستة 2 في 3، والتمانية 2 في 2 في 2. أنا عشان أوحد المقام هشتغل ميم ميم ألف، يعني هاخد 2 في 3 في 2 في 2، 2 في 3 بـ6، 2 في 2 بـ4، يبقى كده عندي 24. فأنا هوحد المقامات على الـ24 هنا وهنا. الستة عشان تبقى 24 اتضربت في 4 تحت وفوق، فبقت دي 5 في 4 بـ20، والتمانية عشان تبقى 24 اتضربت في 3 تحت وفوق، فبقت دي كده 3 في 3 بـ9، 20 ناقص 9 11 على 24، ومفيش اختصار بينهم عشان ما فيش أي حاجة تجمع بينهم.
السؤال اللي بعده بيقول لك العامل المشترك الأكبر للعددين الأوليين الواحد ده الرابط الوحيد اللي ما بينهم. طيب لديك 15 ثمرة خوخ و12 ثمرة مانجو، ما أكبر عدد من الأطباق المتماثلة الذي يمكن تحضيرها بدون باقي؟ أكبر عدد، يبقى احنا عايزين نجيب عين ميم ألف، وساعتها هنمسك 15 نحللها 3 في 5، ونمسك 12 نحللها 2 في 6، والستة تتحلل 2 في 3، يبقى كده 15 تساوي 3 في 5، وال12 هناخد 2 وكمان 2 وهناخد 3، يبقى كده أكبر عدد ياخد عين ميم ألف عين عمارة كاملة، يعني هتاخد 3 بس. طيب المضاعف المشترك الأصغر للمقامات 4 و12، تعال نسأل الصغير، يا 4 ترجي تروحي لل12؟ أيوة يا ميس، طالما أيوة يبقى هنستقر على إن ال12 هي المضاعف اللي هنوحد المقامات عليه. طيب تعال نحلل ال28 عشان بيقول لي عوامل أولية، خلي بالك في فرق بين عوامل العدد كام في كام والعوامل الأولية اللي هي شجرة العوامل التحليل. ادي 28، 28 دي 4 في 7، والأربعة هتتفك 2 في 2، يبقى أنا لما أجي أخد العوامل الأولية 7 و2 و2، يبقى أنا هقول له 7 في 2 في 2. طيب مكتبة بها 40 كتاب من الكتب العلمية، 60 كتاب من الكتب الأدبية، ويراد توزيعها على الأرفف. المهم إن إحنا عايزين التعبير العددي، عشان تجيب التعبير العددي لازم الأول تقف تجيب عين ميم ألف، يعني هتمسك 40 وتحللها فبقت كده 2 في 20، وتمسك 20 تحللها فبقت كده 2 في 10، وتمسك 10 تحللها 2 في 5، وبعدين تمسك 60 تحللها، 60 مثلا 6 في 10، وال10 2 في 5، وال6 2 في 3. كده لو لمينا العوامل الأولية بتاعتنا هتطلع بالشكل ده، وساعتها هقول له 40 تساوي 2 في 2 في 2 في 5، ومال 60 2 في 2، ومفيش 2 كمان بس في 5 وفي 3. كده هتاخد عين ميم ألف عين عمارة كاملة 2 في 2، ومفيش حاجة هنا في 5، 2 في 2 ب4، ف25. وساعتها عشان تجيب التعبير العددي لازم تقف الأول وتفكر فين الأرقام اللي عندك في المسألة، 40 و60، ويعني زائد، هترجع كل رقم وهتعمل بينه وبين أهم رقم علاقة. يعني إيه؟ يعني كل واحدة فيهم يا ولادي 20 في كام؟ ما هي 20 دي أهم رقم عندي. 40 20 في كام؟ 20 في 2. وال60 20 في كام؟ 20 في 3. وساعتها لما اسحب العامل المشترك بتاعي من هنا ومن هنا ووقفه بره القوس، هيتبقى من هنا 2 ويتبقى من هنا 3، وساعتها هيكون ده التعبير العددي بتاعي. المضاعف المشترك الأصغر للعددين 10 و3. طيب واحدة واحدة، المضاعف لازم يسأل الصغير، يا 10 ترجي تروحي لل30؟ أيوة يا ميس، طالما والمضاعف دي الكلمة الكبيرة يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون 30. طيب عندي 15 وعندي 24، تفتكروا مين اللي هيتسحب منهم هما الاتنين؟ أو بمعنى تاني، إيه الجداول اللي موجودة ما بينهم؟ والله يا ميس هما الاتنين موجودين مع بعض في جدول التلاتة، يعني أكيد 15 دي كانت 3 في حاجة، وأكيد 24 دي 3 في حاجة. 15 3 في كام؟ 3 في 5، 24 3 في كام؟
تلاتة في تمانية، يبقى كده أنا ممكن أسحب التلاتة أعمل مشترك بره القوس، ويتبقى من هنا خمسة ويتبقى من هنا تمانية. ولو أنت عايز تتأكد تقدر تجمع الرقمين دول يدونا 13، لما يتضربوا في التلاتة اللي هي هنا هيديك 39، ومجموع الرقمين دول هم كمان 39. طيب، ذاكر محمد لغة عربية نص ساعة، الرياضيات 6 على 8 ساعة، عايزين إجمالي الساعات اللي ذاكرها محمد يعني يجمع، يعني أنا هاخد النص أجمع عليه 6 على 8، وأسأل الاتنين ترضي تروحي للتمانية؟ أيوة يا ميس، لما أضرب في 4 تحت وفوق، وساعتها 1 في 4 ب4، 2 في 4 ب8، وال6 على 8 زي ما هي، 8 هتنزل في المقام 6 و4 10، بس كده تقع تتكسر، 8 في 1 ب8، فاضلنا كام عشان نوصل للعشرة؟ 19، فاضلنا 2، بس ده برضو مش آخر كلام عندي، دي هتتقسم على الاتنين، ودي هتتقسم على الاتنين، والواحد هيفضل زي ما هو، 2 على 2 فيها الواحد، 8 على 2 فيها الأربعة. طيب تعال هنا، الستة ترضى تروح للتسعة؟ لأ يا ميس، بس موجودين مع بعض في نفس الجدول، يبقى معنى كده ان انا لازم اقف اجيب لهم الميم ميم الف بتاعتهم. احلل الستة 2 في 3، وحلل التسعة 3 في 3، وساعتها هقول له الستة 2 في 3، والتسعة 3 في 3، كده يبقى الميم ميم الف الاتنين دي مع التلاتة دي مع التلاتة دي، 3 في 3 ب9 في 2 ب18، يعني أنا هوحد المقام هنا على 18 وهنا على 18. طيب التسعة دي عشان تروح للتمنتاشر هتتضرب في 2 تحت وفوق، 2 في 2 ب4، وهنا الستة هتتضرب في 3 تحت وفوق، 5 في 3 ب15. تعال نجمع بقى، الاتنين 2 والتمنتاشر 18، 15 و4 19، يعني دي لو اتكسرت تبقى 18 على 18 اللي هي الواحد الصحيح، و1 على 18، كل ده جنب الاتنين. فلما نيجي نجمع الأعداد الصحيحة هناخد الاتنين دي مع الواحد دي، بقوا كده 3 و1 على 18. طيب العدد الذي عوامله الأولية 3 و3 و5، كده هنضربهم في بعض، 3 في 3 ب9، 9 في 5 ب45. طيب هنا بقى هنحلل، 36 دي 9 في كام؟ 9 في 4 ب36، يبقى أنا هكتب الأربعة هنا، والأربعة تتفك 2 في 2، والتسعة تتفك 3 في 3، كده 36 معاها 2 تين ومعاها 3 تين. طب 54 9 في كام؟ 9 في 6، والستة تتفك 2 في 3، والتسعة تتفك 3 في 3، يبقى كده 54 معاها 2 واحدة بس معاها 3 تلاتات. طيب 72 8 في كام؟ 8 في 9، التسعة 3 في 3، والتمانية 2 في 4، والأربعة 2 في 2، يبقى لما آجي آخد العوامل الأولية هاخد 2 2 2 2، 3 3 3، اللي هي مفيهاش فك أكتر من كده، مقدرش آخد الأربعة يا ولادي عشان الأربعة مفكوكة. طيب 72 2 في 2 في 2 في 3 في 3، عايزين نجيب العين ميم ألف والميم ميم ألف، عايزين نشتغل مع الأربعين والتمانية وأربعين، الأربعين 4 في 10، والأربعة 2 في 2، والعشرة 2 في 5. طيب يبقى كده الأربعين 2 في 2 في 2 في 5. طيب والتمانية وأربعين تعال نحللها، 8 و40 8 في 6، والتمانية 2 في 4
والأربعة اتنين في اتنين، الستة اتنين في تلاتة، يبقى كده التمانية واربعين بتاعتنا اتنيناية 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 تلاتاية، يعني أربع اتنينات وتلاتة، أدي اتنين واتنين واتنين والاتنين الزيادة. طيب في تلاتة فوق؟ لا مفيش تلاتة، يبقى هنحط لها الزيادة، يبقى هنا مفيش حاجة ولا هنا ولا هنا. كده عين ميم ألف لما تيجي تاخدها هتاخد من هنا اتنين ومن هنا اتنين ومن هنا اتنين، ومش هتقدر تاخد أكتر من كده. اتنين في اتنين بأربعة في اتنين بتمانية. طب أمال الميم ميم ألف هتاخد كله، يعني هاخد من العمارة دي اتنين، ومن العمارة دي هاخد اتنين، ومن العمارة دي هاخد اتنين، وهاخد برضو الخمسة دي والاتنين دي وتلاتة. تعال بقى نضرب، اتنين في اتنين بأربعة في اتنين بتمانية، خمسة في اتنين بعشرة في تلاتة بتلاتين. كده بنضرب تمانية في تلاتين، الصفر هينزل، تمانية في تلاتة بأربعة وعشرين. فهمتوا حبايبي؟ تعال تاني هنقف نحلل الاتنين واربعين. الاتنين واربعين ستة في سبعة، والستة اتنين في تلاتة. طب امال التلاتة وستين؟ التلاتة وستين تسعة في سبعة، والتسعة تلاتة في تلاتة، والسبعة ما تتفكش اكتر من كده. تعالوا بقى ناخد التلاتة وستين تساوي سبعة في تلاتة في تلاتة، والاتنين واربعين سبعة في تلاتة بس في اتنين. العين ميم ألف عين عمارة كاملة، هاخد السبعة وهاخد التلاتة، يبقى كده سبعة في تلاتة بواحد وعشرين. طب الميم ميم ألف؟ لأ دي بتاخد كله، سبعة في تلاتة في تلاتة في اتنين. سبعة في تلاتة بواحد وعشرين، التلاتة في اتنين بستة، واحد في ستة بستة، ستة في اتنين باتناشر، يبقى كده مية ستة وعشرين. طيب تعالى نطرح هنا المقامات متوحدة، اتناشر، تسعة ناقص واحد تمانية، وده مش آخر كلام عندي، يبقى أنا لازم أقسم فوق على الأربعة وتحت على الأربعة. تمانية على الأربعة فيها الاتنين، اتناشر على الأربعة فيها التلاتة، وما أقدرش أختصر أكتر من كده عشان دول رقمين ورا بعض. طيب هنا هتطرح بس للأسف مفيش كسر، فأنا هكسر دي لخمسة وواحد اللي هي خمسة وتمانية على التمانية شبه المقام. طب لما دي خمسة وتمانية على التمانية ناقص تلاتة وسبعة على التمانية، خمسة ناقص تلاتة اتنين، والتمانية هتنزل، تمانية ناقص سبعة واحد، ودي كده النهاية عشان مفيش اختصار أقل من كده للواحد. طيب تعال نجيب العوامل الأولية للتمنتاشر والستة وتلاتين. لازم نقف ونحلل التمنتاشر، ونقف ونحلل الستة وتلاتين. التمنتاشر تلاتة في ستة، والستة اتنين في تلاتة، الستة وتلاتين ستة في ستة، والستة اتنين في تلاتة هنا وهنا. يبقى أنا هقول له التمنتاشر تساوي، والأول لازم تحدد مين هي الأرقام اللي انت هتاخدها اللي هي ما بتتفكش. هو هنا عايز العوامل الأولية للتمنتاشر والستة وتلاتين. التمنتاشر تلاتة في اتنين في تلاتة، الستة وتلاتين تلاتتين واتنينتين، عشان لما يجي يقولك مين هو العامل المشترك يبقى انت هتاخد عين عمارة كاملة، تلاتة واتنين وتلاتة. تلاتة في اتنين بستة، ستة في تلاتة بتمنتاشر. طب تعالى بقى نرسمها شكل فين. ممكن تحط الأرقام المشتركة تلاتة واتنين وتلاتة هنا، وما لقيتش حاجة زيادة للتمنتاشر ما تكتبهاش، ولقيت حاجة زيادة للستة وتلاتين تكتبها، صح. لكن لو جه وقالك ارسمهم بالشكل ده يبقى هتحط كل المشترك جوه، وتحط الحاجة المختلفة بس هي اللي بره. ماشي حبيبي؟ طيب تعالى تاني الستة والعشرة. تعالى نحلل الستة، اتنين في تلاتة،
ونحلل العشرة، 2 في 5 كده يبقى أنا عندي 6 تساوي 2 في 3 والـ10 تساوي 2 في 5. يبقى لما يسألني عن العين ميم ألف هقول له إيه؟ هقول له الحاجة المشتركة بس اللي هي الاتنين، لكن لما يسألني عن الميم ميم ألف هاخد كله، هاخد من هنا 2 ومن هنا 3 ومن هنا 5. 2 في 3 ب6، 6 في 5 ب30. طب تعالى للرسمة، في حاجات مشتركة؟ الاتنين هتتكتب هنا، والتلاتة متبقية من 6 والخمسة متبقية من 10. طيب تعالى تاني، تطوع 78 متطوع في بنك الطعام بالعمل الخيري، اجمالي عدد الساعات قد كده، يعني ده كده كل الساعات اللي هتتقسم على 78 متطوع. كم ساعة تطوع كل واحد اتطوعها؟ لما يكون في حاجة كتيرة وهتتقسم يبقى دي قسمة، هاخد 9689 واقسمها على 78. تعال نقسم بالطول، رقمين مع رقمين، 78 في 1 ب78، جينا لسه 78 في 2، 8 في 2 ب16، 6 ومعايا الواحد، 7 في 2 14 و1 15، كده جينا وعدينا. يبقى احنا واقفين هنا، ابص تحت ولا فوق؟ ابص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح، 6 ناقص 8 ما تمشيش، هنخلي 6 دي 16 وهنخلي 9 8، 16 ناقص 8 8، 8 ناقص 7 1، وهننزل اللي عليه الدور اللي هو 8. هنا جينا لا، يبقى لازم نكمل، 78 في 3، 8 في 3 ب24، 4 ومعايا الاتنين، 7 في 3 21، و2 23، كده جينا وعدينا. يبقى احنا واقفين هنا، ابص تحت ولا فوق؟ ابص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح، 8 ناقص 6 2، 8 ناقص 5 3، 1 من 1 طارت، ونزل اللي عليها الدور اللي هي 9. كده أنا بدور على 329. هنا جينا لأ، يبقى كده هاخد 78 هتتضرب في 4، 8 في 4 ب32، 2 ومعانا 3، 7 في 4 28، و3 29، 30 31، لسه 78 في 5، 8 في 5 ب40، 0 ومعايا 4، 5 في 7 35، 4 39، ده احنا جينا وعدينا. يبقى احنا واقفين هنا، هبص تحت ولا فوق؟ هبص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح، 9 ناقص 2 7، 2 ناقص 1 1، 3 من 3 راحت، ومفيش أرقام تانية تنزل، يبقى ده كده الباقي. يبقى الإجابة بتاعتنا 124 والباقي 17 ساعة، أقدر أوزعهم على المتطوعين اللي عندي. طيب تعالى تاني، جمع التلاميذ 36 علبة جبن، 48 كيس من البقوليات عشان يحضروا سلال الطعام، جمع سلة، سيحضرون أكبر عدد ممكن من السلال، عايزين نكتب تعبير عددي، والتعبير العددي ده مرتبط بأكبر عدد، عدد يعني أنا لازم أقف أجيب عين ميم ألف، فهمسك 36 حللها وهمسك 48 حللها. 36 كم في كام؟ 6 في 6، والستة 2 في 3، والستة دي 2 في 3، والتمانية واربعين 8 في 6، والستة دي 2 في 3، والتمانية دي 2 في 4، والاربعة 2 في 2. يبقى أنا كده عندي بالنسبة للستة وتلاتين هاخد 2 تين و3 تين، وبالنسبة للتمانية واربعين هاخد 2 و2 و2 و3 و2. طيب بسم الله،
36، 2 في 2 في 3 في 3، و48، 2 في 2 المفروض في 2 تالتة في 3، والمفروض في 2 كمان رابعة. وهنا مفيش حاجة، وهنا مفيش حاجة، وهنا مفيش حاجة، عشان لما اجيب العين ميم ألف أعرف أخد العمارة الكاملة اللي هي مين؟ الاتنين دي في الاتنين دي في التلاتة دي، ومفيش حاجة تانية. بقت كده 2 في 2 بأربعة في 3 ب12، يبقى ده كده أهم رقم عندي، ده كده أكبر عدد. طيب عايزين التعبير العددي. أول ما تشوف تعبير عددي اسأل نفسك فين الأرقام اللي موجودة في المسألة. الأرقام اللي موجودة في المسألة رقمين، 48 و36، كل واحد فيهم هرجعه للاتناشر. يعني معنى كده إن أنا هسأل نفسي 48 دي 12 في كام، و36 دي 12 في كام. 48 12 في كام؟ مش عارف يا ميس. بلاش، مش الاتناشر دي جت من دول؟ يبقى كده مين اللي متبقي من 48؟ 2 في 2 اللي هي الأربعة. ومين متبقي من 36؟ 3. يبقى لما يقول لك التعبير العددي هتسحب ال 12 عامل مشترك، وساعتها اللي هيتبقى من هنا 4 واللي هيتبقى من هنا 3. طيب كم عدد الصناديق اللازمة لتعبئة العدد ده على صناديق بحيث كل صندوق يبقى فيه 17 كيلو جرام؟ طالما الكلمة دي شبه الكلمة دي مفيش حيرة، اسمه يعني أنا هاخد 5678 أقسمهم على 17، رقمين مع رقمين، 17 في 1 ب17، لسه 17 في 2، 7 في 2 ب14، 4 ومعايا الواحد، 1 في 2 ب2 و1 3، 17 في 3، 7 في 3 ب21، 1 ومعانا الاتنين، 1 في 3 ب3، و2 5. لسه 17 في 4، 7 في 4 ب28، 8 ومعايا الاتنين، 1 في 4 ب4، و2 6. كده احنا جينا وعدينا، يبقى احنا واقفين هنا. ابص تحت ولا فوق؟ ابص فوق. رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح 5، وانزل اللي عليها الدور اللي هي 7. برضو احنا يا ولادي موجودين في نفس المكان اللي هو ده. هبص فوق، رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح 6، والتمانية هتنزل. كده وصلنا لكام؟ الأربعة. رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح صفرت. كده الناتج بتاعي 334. ايه؟ صندوق. طيب جميل، اخر واحدة مدرسة ابتدائية فيها 980 تلميذ موزعين بالتساوي على 28 فصل. تعال نقسم 980 على 28 رقمين مع رقمين. 28 في 1 ب28، لسه 28 في 2، 8 في 2 ب16، 6 ومعايا الواحد، 2 في 2 ب4 و1 5، لسه 28 في 3، 8 في 3 ب24، 4 ومعايا الاتنين، 2 في 3 ب6 و2 8، لسه 28 في 4، 8 في 4 ب32، 2 ومعايا التلاتة، 2 في 4 ب8، 8 و3 11. كده جينا وعدينا، يعني احنا واقفين هنا. ابص تحت ولا فوق؟ ابص فوق. رقم صغير ورقم كبير، صغير يتكتب فوق اللي هو التلاتة، والكبير يتكتب تحت اللي هي الاربعة وتمانين، وهعمل عملية طرح. 8 ناقص 4 4، 9 ناقص 8 1، والصفر ده هينزل. انا كده بدور على 140 ولسه ما جتش. 28 في 5، 8 في 5 ب40، 0 ومعايا الاربعة، 2 في 5 ب10 ومعايا الاربعة، 14.
كده احنا جينا ليها رقم صغير ورقم كبير، الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت، وهعمل عملية طرح كده. ناتج 980 على 28 هتدينا في الاخر كام؟ 35. ايه عدد التلاميذ؟ يبقى 35 تلميذ. فهمتوا حبايبي؟ ما تنسوش هسيب لكم المذكرة دي فاضية ومحلولة في وصف الفيديو. اتمنى اكون ساعدتك تراجع الوحدة الاولى، وبعتذر عن ضعف الصوت، وان شاء الله اشوفكم على خير. سلام عليكم.